جود، اشتقتي لي لهالدرجة؟ خفت عليك كتير. شو صاير بإيدك؟ لا ما فيها شي. كيف ما فيها شي؟ جيهان ما فيها شي، جرح صغير. لك شو جرح صغير؟ ما لازم نتركها، أكيد بدها تعقيم. خلص تركيها، روحي جهزي لي شي ناكله. أكيد ما رح تتركيني بلا أكل، ما هيك؟ بعدين أنا تارككم من الصبح، أكيد بتكونوا عملتوا شي طبخة. جود أنا بجهز لك أكل، يلا. لا لا أنت قاعدي أمينة، المدام بتعمل لي أكل. المدام؟ شو يا؟ كأنه قلت مدام وما عجبك الموضوع. مدام؟ ايه مدام. ما عجبك نادي لك بغير اسم؟ لا مشان الله بلا ما تطلع لي اسماء، المدام منيح، بس يعني ماني متعودة هيك تنادي لي، غريبة علي كتير. ايه خلص بتتعودي. هيك كانوا النسوان اللي قبلي نادوا، ما أمينة؟ مدام وابن عمي، يعني من اليوم ورايح بدك تتعودي، ما أمينة؟ شو صاير؟ كأنك كتير قويان اليوم. بحب ذكرك ما وقعت عقد الزواج. يا الله ما لحقنا نحكي بهدلتينا. جود نحن امتى بدنا نروح نطلب جيهان؟ امتى؟ بكرة منطلبها. شو؟ أكيد مو بكرة، لأنه أنت بتعرف بابا ولا نسيان. لك أبوكي بس يشوفنا جديين بالموضوع رح يوافق. جود الشغلة مو أنه تروح وتحكي بالموضوع، يعني بالأول أمي لازم تحاكي ورح تقنعه شوي شوي، بتعرف القصة بدها وقت. جيهان بهذا الموضوع ما بدي اياك تناقشيني بنوب، كل دقيقة عم تمرق عم نخسرها من عمرنا مع بعض، لهيك بكرة رح نزوركم ونطلبك فورا، ما بدي ضيع وقت. أهلين أمي. وينك لهلا يا بنتي؟ أبوكي قرب يجي على البيت، شو بدك يعني؟ جاوبه إذا سألني عنك. يلا جاي أمي، أنا على الطريق وبس وصل في موضوع بدي أحكي معك، ما بطول. أنا بدي روح، ومشان العشاء تبعك بجهز لك يا غريم، تكرم. خاطري. الله معك جيهان. ألو، كنت فايتة لأحكي معك. مثل العادة بسبقك بكل شي، هي مو أول مرة. خلص جود، قديش اشتقتي لي؟ هاتي قولي لأشوف. مو زيادة، وإذا أنت متصل معناها أنت اللي مشتاق لي. إيه مشتاق لك، مزبوط. يا ريتك هلأ جنبي مشان اتطلع بوشك ويكون هو آخر شي بشوفه قبل ما نام، ولما في الصبح أول ما فتح عيوني بتطلع بوشك وانتي نايمة. تعرفي أنا متمني بكل لحظة أكون جنبك. جيهان نحن لازم نستعجل بكتب الكتاب، خلينا نتجوز ونخلص بقى، لإمتى بنضل عم نحكي على التليفون؟ وأنا كمان مثلك مستعجلة وبتمنى أكون جنبك، بس هلأ مو طالع بإيدي شي. قلي لي تعب جيل عندك فورا. لا مستحيل، أصلا هلأ تأخر الوقت. أيو شو فيها يعني؟ المهم إني شوفك، لسه ما بتعرفيني منيح. بلا بعرفك مجنون. شو ساوي هلأ؟ ما رح أقدر نام قبل ما أشوفك، بقى أنا طالع فورا. يلا جود. ألو ألو، لا معقول. شو ساوي؟ جاي جود؟ والله هذا الولد أكيد في شي بمخه، بس أنا بحبه كتير لهالمجنون.
يا الله وينه؟ معقول كان عم يمزح وأنا صدقت؟ أنا ما رح أتركك أبداً. بس هلأ أنت بتجوع ورح تتركني مشان أعمل لك الأكل؟ جود، بدي أسألك سؤال. منقدر نأجل قصة الزواج فترة قصيرة؟ شو تراجعتي بكلامك جيهان؟ لك لا، ما تراجعت، بس لأنه أنت بتعرفه لبابا رح يطالع ألف حجة وما رح يخلينا نتزوج. ما بيقدر، إذا وقفنا جنب بعض رح يوافق، بس أنت لا تتركيني، أكيد رح نتجوز. ما رح أتركك أبدا، ولو كل الدنيا بدها توقف بوشنا صدقني ما رح أتخلى عنك. هي هي البنت اللي بحبها. تعرفي أنا بحبك كتير. وأنا كمان بحبك. لا بس أنا بحبك أكتر. أنا بحبك أكتر. والله أنا بحبك أكتر. لا أنا بحبك أكتر. طيب ماشي، أنت بتحبيني أكتر. إيه لا، يعني ما بتحبني كتير. خلاص ارجع على البيت، أنا بدي نام. رح تشتاقي لي. رح أشتاق لك. طيب وما في بوسة؟ تصبح على خير. لو أنت من أهله أربي. وقفي معنا اليوم. ما بصير، ليش جاية انت تفتحي الباب؟ لازم تكوني عم تعملي القهوة. هيك العادات ما ماشي. رح خلي نجلة تفتح لكم، معناها أنا رح نادي. لا وقفي، ما في داعي للعادات، خلاص. طيب تفضلوا فوتوا. والله طالع شب بتاخد العقل. ليش عم تخبوا عني؟ لو سمحت عروة فوت لجوا، هالموضوع نحن ما قلنا علاقة فيه. بس دقيقة، جاية بورد وشوكولا، ما عجبك؟ مبلا عروة، لو سمحت جيهان مهمة كتير بالنسبة لي.
وغالي علي وأنا بعزها. كل اللي بدي إياها تكون مبسوطة. ألف مبروك. بس أنا من حقي أفرح بهذا اليوم وأكون واقف معكم. طبعا بتشرفنا بجيتك. كمان أنت تعي، لا تتركي ابنك لحاله. فتون خانم، حضرتك ليش اجيتي؟ أمينة كتير أصرت علي، فقلت بلا ما أتركهم لحالهم. بس القصة بتخص عيلتي، بقى لو سمحت ولا تتدخلوا بهيك موضوع. إذا مشكلتك مشاني فلا تخاف، أنا متقبل الموضوع. لو سمحت اتركونا لحالنا. ماشي تحسين. يلا تصبحوا على خير. امشي عروة، امشي معي، يلا امشي. تفضل. ما راح تفوتوا على بيتي. يلا انقلع فورا. انا قلت لك انه ما راح تتزوجها الا على جستي، مظبوط؟ بس يا عمو هنن متفقين مع بعضهم وكتير بحبوا بعض. بابا انت خرسي. عمي اذا بدك خلينا نحكي على امتيرات. ما في حكي، قلت لك انقلع من هون. لك تحسيني اللي عم تعمله عيب. آسيا فوتي لجوا، فوتي يلا لجوا. انت ما رح تفهم بالحكي؟ انا ما عندي بنات لواحد مثلك. عمو تحسين حاول تهدى شوي لو سمحت. مشان شو اجي؟ شو جابك لعنا؟ بدي جيهان. لا تعيد هالكلمة. اهدى شوي. أمينة، لك مين أنت لحتى ترفع إيدك على أختي؟ ولك نزل إيدك بسرعة. رح نزل. ما بيصير هيك، اتركه. لك تركني ولا ضرب. يلا جود، كرمالي أنا أتركه بترجعك. امشي، خلينا نروح من هون، خدني على البيت أخي. حسابنا لسه ما خلص، بكرة أكيد رح أشوفك ولحالنا. إلو نلو من بيتي. كرمال هيك قبلت انه يجي؟ كرمال تقلعه من بيتك؟ لك كيف بتعمل هيك؟ تركيون. آسيا، آسيا ليكي، بكرة بكرة بتطبوا غراضكن. اول ما تطلع الشمس رح ننتقل من هون.